في نهائي كأس مصر لكرة اليد للرجال فاز نادي سبورتنج ب 33 هدفا مقابل 30 على نظيره الزمالك. توج فريق سبورتنج في كأس البطولة وتم توزيع الميداليات الذهبية على اللاعبين. من ضمن الموزعين في حفل التتويج كان اللواء السابق بالجيش المصري ومحافظ البحيرة الأسبق مصطفى هدهود وهو نائب رئيس نادي الزمالك. حدث جدل عند حفل استلام الميداليات والذي كان يشارك فيه مصطفى هدهود مما أثار سخرية البعض على مواقع التواصل. لنشاهد الفيديو. أستاذ أشرف العلقامي رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أستاذ محمد فياض أمين الصندوق، أحمد شندي عضو مجلس إدارة، أشرف جابر عضو مجلس الإدارة، أحمد السرسي عضو لجنة كرة اليد. مبروك البنك الأهلي المركز الثالث. انتقادات واسعة من محبي الرياضة في مصر على أخذ السيد مصطفى للميدالية. هنا مثلا أحمد يقول تمدي إيدك وتاخذ ميدالية وتحطها في جيبك بكل برود في منظر مؤسف ولا يليق مسؤول في الزمالك، وفي الآخر تقول أنك استأذنت يا راجل عيب وكده، أنت حليت المشكلة يعني. أما هنا تدوينة أبو حمزة عبدة، طب وحضرتك ما سلمتهاش لواحد من نادي الزمالك ليه يا باشا وهي لسه معاك بتعمل إيه؟ إبراهيم أجبروه يستقيل النهاردة. أحمد يقول شكله راجل طيب، حرام اللي بيحصل فيه ده مع إنسان طيب ومحترم زي ده، حرام عليكم. بعد الانتشار الواسع للفيديو والانتقادات التي طالت نائبة رئيسي النادي رد هدهود على المواقع على الواقعة لموقع مصراوي هذا ما قاله. يعني انا كراجل مسؤول لقيت ميداليه مش بتاعه الناس وبتاعه النادي، خدتها على اساس انها سالمه للنادي فقط لا غير، وما كانش في حد موجود في النادي الا انا، يعني مفيش حد تاني كان معانا في اثناء التسليم الا انا اللي واقف. حاجه ما تستاهلش يعني حاجه غريبه جدا ان انا همد ايدي عشان اخد ميداليه. انا بقول لك في وسط الميداليه هو تم التصوير وكانه كده. طبعا غلط. انا عايز الاحظر انها في وسط الميداليات بنوع تاني. انا بقول لحضرتك رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اعلن عن اجتماع طارئ للتحقيق في الواقع وتم قبول استقاله نائب الرئيس السابق مصطفى هدهود على خلفيه الضجه التي اثارها. ذكر النادي في بيان وافق مجلس اداره نادي الزمالك على قبول استقاله اللواء مصطفى هدهود نائب الرئيس. الاستقاله خطوه تحترم منه ومن نحن جميعا قبلناها ونقدم له الشكر على ما قدمه. سيظل احد ابناء القلعه البيضاء وسيظل نادي قلعه وطنيه وكرامه القلعه الوطنيه والكرامة في الرياضة المصرية. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.